بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم من فضائية الخرطوم، نقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. في حوار على تلفزيون السودان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي يؤكد أن التضويع ليس شاذا والخروج من قائمة الإرهاب هو الهدف الأهم. عضوة مجلس السيادة رجاء نيكولا لدى مخاطبتها مؤتمر المائدة المستديرة للحريات الدينية تصف الشعب السوداني بالمتسامح. وزيرة الدفاع بجنوب السودان تصل الخرطوم للمشاركة في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين. مرحبا بكم. أجرى تلفزيون السودان حوارا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناول قضية التطبيع مع إسرائيل ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحول قضية التطبيع مع دولة إسرائيل قال البرهان: إننا نسعى إلى تحقيق مصالح الشعب السوداني وما حدث هو صلح مع دولة، مبينا أن التغيير جاء لتحقيق فكر مختلف في التعامل مع الدول. وأضاف أن السودان أعاد علاقاته مع إسرائيل إلى طبيعتها، مبينا أنها ليس بالحالة الشاذة، وأكد بأن أمر التطبيع جاء بعد التشاور مع كل قادة الأحزاب ومكونات المجتمع المختلفة. وأعلن بأن حسم أمر التطبيع سيكون بعد إجازته من المجلس التشريعي بتوافق كل القوى السياسية، وأشار إلى الحكومة الانتقالية تعمل بانسجام وتشاور بين كل مكوناتها من أجل تحقيق مصالح السودان. نحن في الحكومة الانتقالية نعمل سويا ونعمل بتناسق تام، ولدينا تفاهم في هذا الأمر، وربما ليس اكتشاف وليس صدفة، لكن كلنا نعلم أن هنالك تشابك لمصالح الدول وهنالك مصالح مشتركة قطعا معلومة بالنسبة لنا. قضية الاعتراف بإسرائيل أو التصالح مع إسرائيل يمكن نحن نظرنا لها من منحى آخر، أنه نحن حصل عندنا تغيير. هذا التغيير يجب أن يشمل كل مناحي الدولة السودانية، تغيير في التفكير، تغيير في التعامل مع الآخرين، تغيير في تعاملنا مع العالم. واحدة من العقبات كانت بتقيف حاجز أنه اسم السودان ما يترفع، اللي هو التمييز الديني او التمييز اللي كان يمارس في كل المستويات حقت الحكم عندنا هنا. وواحده منها انه نحن عندنا عداء مع بعض الدول لديانه او لعرق او لاي من هذا القبيل. انا بفتكر انه التطبيع معناه العوده الى العلاقات لطبيعتها. هذا ما نفهمه من التطبيع، وهذا ما يفسر للنورماليزيشن، انه هو أن العلاقات تعود لطبيعتها، والطبيعة أصلا ما فيها عداء. حالة العداء هي الحالة الشاذة، لكن التطبيع وعودة العلاقات لطبيعتها ليست حالة شاذة، وإنما هي يجب أن يكون عليه الحال. وحول إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أوضح البرهان أن قضية رفع اسم السودان من القائمة كان هدف ظلت الحكومة الحالية والسابقة تسعى إليه، وقال إن السودان استطاع الآن أن يحقق كل مطلوباته في عدم انتهاج سلوك عدائي ضد الآخرين وتحقيق التسامح الديني. نحن لما نتحدث عن رفع العقوبات عن السودان لا نستطيع أن نتحدث بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل. أنا أفضل دائما أن أسميه صلح بدل تطبيع، لأنه نحن الآن بنعمل اتفاقية صلح، والصلح عمل مشروع حتى مع الأعداء، مع كل جهة يمكن أن تبرم الصلح الذي يصب في مصلحة المتصالحين الاثنين، إذا كان نحن أو الطرف الآخر أو الأطراف كلها اللي توافقت على إبرام هذا الصلح. رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف ظلت حكومة السودان الحالية والسابقة تعمل عليه على الأقل 7 سنوات. نحن نعمل على هذا الملف، ووفينا كل المطلوبات وأنجزنا كل المسارات التي طلبت منا، وتم تفتيشنا وتم التحقق منها، لكن لم ننجز هذا الملف، لأنه صار في ارتباط. العالم أصبح كله يعلم أن هنالك ارتباطات سياسية لكل القوى الموجودة في العالم. الملفين
مربوطين رباط وثيق مع بعض، لأنه لما السودان وضع في قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس للتفجيرات التي حصلت أو للمدمرة كول، لكن أيضا للسلوك اللي كانت تسلك الدولة، سلوك العدائي لبعض الأديان، السلوك العدائي لبعض المجموعات السكانية. وده الشيء اللي خلانا احنا نفكر في انه كيف نحن نزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اجتماع المجلس الأعلى للسلام بحضور كامل عضوية المجلس والموقعين على اتفاقية السلام، وتناول قضايا سير تنفيذ اتفاقية السلام. وأوضح رئيس مفوضية السلام دكتور سليمان الدبلو أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة لترتيب أوضاع الوفود التي تأتي وضيافتها والتحضير وترتيب للاحتفال بتوقيع السلام الذي يتم في 3 نوفمبر المقبل بحضور عدد من القادة الأفارقة ورؤساء الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاقية. تناول اجتماع قضايا أو سير تنفيذ الاتفاق أولا، وهنالك لاحظ المجلس أن هنالك بعض تجاوز لبعض المواقيت، وعزى ذلك للأسباب الموضوعية التي منها عدم حضور القادة من الخارج حتى الآن، وهنالك بعض الأسباب اللوجستية. أيضا خلص الاجتماع بتشكيل لجنة، هذه اللجنة لترتيب الأوضاع الوفود التي تأتي وضيافتها ورعايتها، وتحضير للمؤتمر للاحتفال باتفاق السلام إن شاء الله الذي يتم في يوم 3/11 بحضور قادة الرئيس البكير والرئيس دبي وكذا كافة قادة الحركات الموقعة على السلام. خاطبت عضوة مجلس السيادة الانتقالية الأستاذة رجاء نيكولا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المائدة المستديرة للحريات الدينية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي نظمتها منظمة يونيتي انترناشنال ومنظمة ريديم الدولية. وهنأت عضوة مجلس السيادة الانتقالية المؤتمرين برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وصفة الشعب السوداني بالمتسامح الذي يستحق هذا الإنجاز، مثمنة الدور الكبير لرجال الدين باعتبارهم حجر الزاوية للسلام والمحبة، مشيرة إلى التعدد الإثني والديني والثقافي الذي يتمتع به السودان، الأمر الذي يجعله أرضا خصبة لحرية الأديان والمعتقدات بما يضمن التعايش السلمي. وتعهدت نيكولا بمتابعة توصيات المؤتمر ورفعها لمجلس السيادة حتى يتم إنزالها على أرض الواقع بما يخدم البلاد. والورش نرسم الخط الصحيح والسليم لبناء قاعدة قوية لسلام وتعايش يضمن للجميع حقهم دون المساس ببقية الأديان والمعتقدات. فالسودان يتميز بأنه بلد متعدد الأعراق واللغات والديانات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبالتالي فإن ثقافته ثقافة هجينية ذات سمات وملامح أفريقية وأخرى عربية، تتعامل وفق منظومة اجتماعية مترابطة يسهل من خلالها إيجاد تربة صالحة لتناسق وتناغم هذا الهجين على اختلافه. مؤتمر المائدة المستديرة حول الحريات الدينية بالسودان يمثل محطة لتبادل الخبرات والثقافات بين الدول، ويمثل معبرا للسودان لتوصيل قضاياه بصورة مستمرة ومن ثم العمل على حلها وفق رؤى وأفكار محددة. مؤتمر المائدة المستديرة للحرية الدينية بالسودان والذي انعقد بالخرطوم وشاركت فيه الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية جاء نتاج لجهد متصل من مختلف الجهات لجعل الحريات الدينية واقعا. وأكد المشاركون في المؤتمر أن الشعب السوداني متسامح وأن رجال الدين هم حجر الزاوية للسلام والمحبة. الحريات الأساسية حقوق الإنسان بضرورة الحال هي من القضايا الغاية في الأهمية،
والقضايا التي تهم المجتمع، بالذات احنا في السودان لانه الدوله السودانيه والمجتمع السوداني هو مجتمع يعني متميز، مجتمع متفرد، مجتمع فوقه يعني التنوع، سواء كان التنوع الاجتماعي او التنوع الديني او التنوع الثقافي في السودان. وهذه المائدة المستديرة بطبيعة هذا المؤتمر يتحدث عن القضايا المتعلقة بالحريات الدينية. إحنا يعني موقفنا من حيث المبدأ موقف معروف، موقف دائم، موقف لا يتزحزح فيما يتعلق بالحريات الدينية. وأشاروا إلى أن تدشين هذه المائدة يمثل الجسر القوي لتبادل الخبرات والتفاهمات بين الدول، ويمثل معبرا للسودان لتوصيل قضاياه بصورة مستمرة، ومن ثم العمل على حلها وفق رؤى وأفكار محددة. بعد الثورة السودانية، الثورة العظيمة المجيدة أدت الفرصة لنا كمسيحيين بأنه نشارك في البناء الوطني ونشارك في بناء الدولة السودانية. فدي مبادرات نحن يعني كنا بنحتاجها في البلد، عشان ما في واحد أو ما في شخص يقوم يشعر بأنه هو غريب أو عن منبوس عن عبادته أو ديانته أو كذا. فدي دي دي فرص كويسة نحن بتفتح لبلدنا السودان، ونقدر نصل للمستوى اللي احنا نحلم به بانه وطن واحد وتحت شعار بتاعت الثوره بانه حريه وسلام وعداله، وكلنا نعيش في وطن واحد ونعيش بدياناتنا المختلفه ولغاتنا المختلفه وسنحاتنا المختلفه. وأكدوا أن نقل هذه التجارب في الحريات الدينية يمثل التحدي للفاعلين في هذا القطاع من أجل إيجاد الحلول التي تربط السودان بدول العالم. ويبقى السودان بتعدد أعراقه وتقاليده ودياناته نموذج للتعايش الديني ومحفزا لتبادل التجارب. إلى ذلك، أكد المشاركون في مؤتمر المائدة المستديرة حول الحريات الدينية أن السودان بتعدد أعراقه وتقاليده ودياناته يعتبر محطة مهمة في المنطقة، وأشاروا إلى أن الثورة السودانية أتاحت فرصا واسعة للحريات الدينية. يعني أنا سعيد بحضورنا لهذه الطاولة، طاولة الحريات الدينية. أنا قادم من واشنطن، ومنظمتنا تعمل في مجال الحريات الدينية لتعزيز الحريات الدينية حول العالم، وأن الحريات الدينية في السودان حريات متجذرة. يعني الشعب السوداني بطبيعته شعب متسامح يضم كل مكونات المجتمع السوداني بمختلف الملل والنحل والسحن كذلك، وأن السودان معروف بهذا التعايش. أنا قد أشوف يمكن ده حدث تاريخي منذ استقلال الدولة السودانية. الكنيسة السودانية هي ملعقة كان نفسها نتيجة للتعاقب الحكومات المشت، الكنيسة ممكن اتكسرت، الكنيسة ممكن يعني اتحدت بصورة قرعت جدا. لكن أنا عايز أقول بعد سقوط النظام وسقوط الحكومات اللي بدأت، ممكن قد أشوف ده نظرة بتسعى السودان بتلم شملنا كل احتراما لبعض الغايد وبعض الأديان الموجودة حاليا. نحن في الحقيقة ما بنعتقد أنه الإشكالية بس في اختلافات الدين بس من مسيحي وإسلامي أو يهودي. نحن في داخل المنظومة الإسلامية نعاني من التمييز والإشكاليات الكبيرة المواجهانا في الفكرة الجمهورية، وبنعتقد أنه آن الأوان في إطار الحرية ودولة العدالة والسلام بيطلعوا لها السودانيين بعد ثورة ديسمبر أنه تتحول المسألة إلى قوانين تتنزل فضلا على منابر بتاعة حوار وفكر وتنزيل لقيم التعايش الديني بين الأديان وداخل الدين الواحد. في تغيير حصل مع بعد الثورة السودانية، وكل الأديان أو كل المعتقدات الدينية الآن في مسافة واحدة، وخاصة المسيحيين والمسلمين، ونحن بنتطلع أن الحريات الدينية تصل إلى آخر غايدة في السودان، وتكون المسألة بتاعت الحريات والتعايش الديني يكون متبلور على مستوى بتاعت السودان،
عشان بيساعد في عملية السلام والعيش السلمي في السودان، وده بيرفع من الوعي. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور الصديق تاور عددا من مديري البنوك ومدير هيئة الجمارك ونائب مدير منظومة الدفاعات الصناعية، حيث استعرض اللقاء بعض المطالب والاحتياجات العاجلة لبعض المناطق المتأثرة بالفيضانات والكوارث الطبيعية. وتطرق اللقاء إلى النقص في الخدمات الطبية خاصة في قطاع غسيل الكلى في عدد من الولايات المختلفة، وأكد أهمية استنهاض جانب المسؤولية الاجتماعية في هذه المؤسسات تجاه الدولة والمواطن، وذلك في إطار التفكير المشترك لمعالجة المشكلات الطارئة لإيجاد حلول جذرية للقضايا والمطالب المماثلة. من جانبهم عبر مديرو المؤسسات بهذه المبادرة عن تقديرهم للخطوة باعتبارها فكرة منتجة وتكاملية في تخفيف معاناة الناس. أكدت عضوة مجلس السيادة الانتقالية الأستاذة عائشة موسى السعيد اهتمام الحكومة بحل قضايا المواطنين بالريف الشمالي بأم درمان وتوفير كافة الخدمات الضرورية لهم والعمل على معالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة. جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري وفد اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات بالريف الشمالي. وقال منسق لجان المقاومة بالريف الشمالي بأم درمان الأستاذ محمد عبد الجليل الشفيع في تصريح صحفي إن اللقاء ناقش عددا من القضايا التي تهم المنطقة بجانب آثار السيول والفيضانات والأضرار التي تعرضت لها المنازل والمساحات الزراعية. جميع الآثار بتاعت الفيضانات والسيول المتعلقة بما أصاب الزراعة من ضرر، ما المباني التي تهدمت جزئيا أو كليا، وناقشنا معها أيضا مسألة ترحيل المتضررين وما يتطلبه ذلك من تخطيط وتوفير المياه الشرب والكهرباء، كما تم التنويه إلى أهمية إصدار قرار بالبدء في محطة الحريزاب النيلية باعتبار المنطقة الآن بتشرب من آبار مياه شرب غير صالحة. كذلك تم التطرق إلى صب مياه صرف أم درمان في غرب الريف الشمالي، الأمر الذي يسبب ضررا بيئيا وصحيا كبيرا. نستطيع بإيجاز أن نقول أن لقاءنا مع الدكتورة عائشة كان مثمرا ومفيدا، وتفهمت قضايانا بشكل واضح، وإن شاء الله ستمضي نحو طريق الحلول في أقرب وقت. شكرا. فاصل قصير ونواصل الأخبار من فضائية الخرطوم. مرحبا بكم. وصل الخرطوم الوفد عالي المستوى من دولة جنوب السودان برئاسة وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين أنجلينا جيني للمشاركة في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان. وتبحث اجتماعات الآلية التي تستمر حتى الخميس 29 من أكتوبر مجريات العمل في المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وقضايا المعابر بين البلدين وتقارير قوات اليونيسيفا. وتجدر الإشارة إلى أن الآلية تجتمع في هذه الدورة بكامل هيئتها لأول مرة منذ تكوينها في العام 2012، بوصفها الآلية الأعلى والتي تشرف على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في الإطار السياسي والأمني. استقبل وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري بمكتبه المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان أندريس تايسين وسفيرة مملكة النرويج في السودان لبحث واستعراض احتياجات الوزارة في الجوانب العدلية بصورة عامة.
وأطلع وزير العدل المبعوث الخاص على الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل في القوانين والتشريعات مؤكدا استمرار العمل لضمان تحقيق إصلاح عدلي ومؤسسي يحقق أهداف الثورة ويضمن حقوق الإنسان ويدفع بالسودان للرجوع لحضن القانون الدولي والتعاون مع آلياته. ومن جانبه هنأ المبعوث والخاص وزير العدل بالتوقيع على اتفاقية السلام وأكد تضلعه للتعاون بين النرويج وجمهورية السودان للمضي قدما لتحقيق وبسط العدل. أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء دكتور عمر رمانيس أن معالجة أوضاع المواطنين المتأثرين بالحرب تجد اهتماما بالغا من قبل الحكومة الانتقالية. جاء ذلك لدى تسلمه بمكتبه مذكرة اتحاد نساء جبال النوبة مشيرا إلى المطالب التي تضمنتها المذكرة التي تمثل حقوق أساسية. وقد طالب الوفد بضرورة معاملة نساء جبال النوبة بالشكل الذي يتوائم وحجم المعاناة التي يلاقينها النساء من نزوح وتشريد، وذلك بوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية وضمان المشاركة السياسية والتنفيذية للنساء وفقا للوثيقة الدستورية التي كفلت نسبة 40% كتمييز إيجابي، مؤكدين حرص المرأة على دعم سبل تحقيق السلام الشامل. نحن بنقول انه اذا ما كانت كنا جزء من البدايه من العمليه التفاوضيه مع اللجان القاعديه المفترض نلحق يلحقونا بالمفاوضات الماشيه ونكون جزء من الفتره الانتقاليه عشان نكون جزء من بناء السلام. بالاضافه لكده نحن بننظر للمشاركه بتاعتنا بالشكل السياسي وبالشكل التنفيذي، لأن المشاركة عندنا مشاركة ضعيفة جدا جدا، وأسي حاليا في فترة انتقالية، في خلال الفترة الانتقالية دي ما في وجود يذكر بالنسبة لنا. ده طبعا على مستوى المرأة بشكل بصورة عامة، وإحنا بالخاص برضو نفس الحكاية. الحاجة الثانية فيه اللي هو يعني أثلج صدرنا في إنه يعني كل ما ذكر من مشاكل التعليم بالذات الفاقد التربوي والمشكلة بتاعت المرأة النازحة اللي ذات خصوصية، لأنه المرأة النازحة في جبال النوبة وفي منطقة النيل الأزرق اللي هو مناطق نزاعات زيها وزي دارفور، إنه منطقة إنه النساء في مناطق جبال النوبة إنه ما حظوا بتكوين المعسكر. التقى مدير إدارة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء عبد المعروف الضو وفد مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يزور البلاد هذه الأيام بحضور مدير دائرة الطوارئ والعمليات بالشرطة اللواء معتصم علي الحسن. واطلع الوفد على تجربة شرطة الخرطوم في استخدام التقنية الرقمية عبر كاميرات المراقبة المنتشرة بالعاصمة وكيفية إدارة الأزمات عبر غرفة السيطرة والتحكم. كما وقف الوفد الأمريكي على أعمال القسم الجنائي ومهامه في فتح البلاغات المحوسبة وإجراءات التحري والأشغال الشرطية بالقسم، بجانب الاطلاع على تجربة شرطة ولاية الخرطوم في مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن. وأشاد الوفد بمستوى الأداء مؤكدين الاستعداد للتعاون في مجالات التأمين والتدريب والتأهيل. طالب والي جنوب كردفان دكتور حامد البشير إبراهيم لدى مخاطبته ورشة العمل الطوعي ودوره في بناء السلام المجتمعي، طالب شباب الولاية بتغيير واقع الولاية من حالة العنف إلى فضاء التسامح واستلهام شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في صناعة التغيير والاستفادة من طاقات الشباب في البناء والتعمير. بكردفان ترجمت سياستها المبنية على التعايش والتساكن الآمن بين المكونات السكانية حس والي جنوب كردفان في ورشة العمل الطوعي وأثره على السلم المجتمعي التي نظم صندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية، حس الشباب لقيادة مبادرات تستفيد منها المجتمعات المحلية. كما حس الوالي على ضرورة احترام حقوق المرأة والاهتمام بالأطفال. الدعوة لشبابنا هنا في جنوب كردفان بأنه يبدأ ينخرط بفعالية وفاعلية في العمل الطوعي. نتمنى بأنه برضو تكون في حركة دؤوبة جدا من مسرح متجول وإعلام وتثقيف عن طريق مبادرات شبابية عشان نعالج كثير من السرطانات، والسرطان الأكبر هو اللي هو عدم قبول الآخر وعدم التوحد. ونحن خاصة أنه هذه الحملة الوردية جاتنا برضو في شهر عنده خصوصية، وعندنا في السودان شهر ثوري رفض الظلم بكل أنواعه.
وصبغ للتأمين الصحي أن نظم كرنفالا للتوعية بمخاطر سرطان الثدي ضمن أنشطته الخاصة بالحماية المجتمعية ونشر ثقافة العمل الطوعي. صندوق القومي من المؤسسات التي تعمل في الحماية الاجتماعية وسرطان الثدي من الأمراض الفتاكة، وأكثر شريحة تصاب به هي شريحة النساء وخاصة في سن الإنجاب. هناك عيادات للكشف الطبي موزعة في المراكز والمعسكرات النزوح خاصة في الأحداث الأخيرة. نحن نحاول أن نقدر نعرف الناس بالقيمة بتاعة الفحص المبكر، وبرضه بنرسل رسالة يعني للجهات ذات التكامل في تقديم الخدمات على أساس إنه يكون في مركز لفحص الأورام عشان يقدر بعد ذلك يساعد في الكشف، بعد ذلك توفير الجهاز بتاع الماموجرام. دي كل الحاجات بتساعد الناس على الكشف المبكر، وبالتالي الناس ما بتتنقل خارج الولاية عشان تقدر تتعامل مع مرض السرطان. وجود مراكز للفحص والتشخيص والعلاج من التحديات التي تواجه جهات الاختصاص في محاصرة تفشي سرطان الثدي وسط المجتمعات المحلية. وليد عظم، قناة الخرطوم، جنوب كردفان، كادوغلي. طالب مدير منظمة شباب من أجل دارفور محمد عبد الشكور خلال الورشة التي نظمتها المنظمة تحت شعار نحن نصنع النهضة والتنمية الذاتية، طالب بضرورة معالجة المشكلات التي تواجه الشباب وخاصة عدم توفر المستندات الرسمية والتي أصبحت تشكل حاجزا في تطورهم وأحجام أدوارهم في العمل العام، وشدد على ضرورة توفير هذه المستندات حتى يكونوا جزءا من عمليات السلام. وأكد محمد أهمية دمج الشباب في المجتمع حتى يكون لهم دور فاعل، كما أشار إلى أن هناك خطة 50 من أجل تقديم رؤية وأفكار لكل المؤسسات والمنظمات والجمعيات من أجل تطوير وبناء السودان. شرعت وزارة الطاقة والتعدين في إكمال إجراءات إعادة المفصولين تعسفيا من قبل نظام الإنقاذ للخدمة وتحسين المعاش في الفترة من يونيو 1989 وحتى ديسمبر 2018 بالمؤسسة السودانية للنفط، والذي بلغ عددهم 159 من قطاع النفط من موظفين وعمال. وأكدت وزارة الطاقة والتعدين التزامها بتنفيذ القرار وتقديم كافة المساعدات التي تعينهم على عودتهم وأداء مهامهم بالمؤسسة السودانية للنفط. هذا كما تم في قطاع الكهرباء إعادة عدد 704 للخدمة وإلحاقهم بدرجات زملائهم الذين ما زالوا بالخدمة، وتحسين معاش عدد 1411 وإلحاقهم بدرجات زملائهم الذين تقاعدوا بالمعاش، وذلك وفق القرار 414 الصادر من مجلس شؤون مجلس الوزراء. بعد الفاصل وفي الأخبار الاقتصادية، اجتماع إسفيري بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا لبحث استئناف المفاوضات حول سد النهضة. مرحبا بكم. يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا إسفيريا غدا الثلاثاء لبحث استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبي. ويأتي الاجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي وبدعوة من دولة جنوب أفريقيا رئيسة الدورة الحالية للاتحاد. وأكد وزير الري بروفيسور ياسر عباس في رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا جي باندورا تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأكدت الرسالة أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب التي اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت إلى طريق مسدود. بحث وزير الطاقة والتعدين المكلف خير عبد الرحمن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لتطوير العلاقات السودانية البيلاروسية بحث التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع صوامع الغلال ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع المقدمة من دولة بيلاروسيا. وناقش اجتماع اللجنة الترتيبات المطلوبة لإنشاء صوامع الغلال، حيث أهملت الجهات المختصة على الاتفاق مع الجانب البيلاروسي لتكملة مشروع إنشاء صوامع الغلال لأهميته في حفظ المحاصيل الزراعية، مما يدعم تحقيق
الأمن الغذائي وبناء مخزون لضمان تقلبات المناخ بالبلاد، إضافة إلى تقليل الخسائر الكبيرة بسبب التخزين التقليدي عبر المطامير وعدم وجود مواعين تخزينية كافية في مواسم الإنتاج. نفذ صندوق أبو ظبي للتنمية لصالح الحكومة السودانية الفترة الماضية حزمة مساعدات بلغت 556 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي. وأكد محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق أن التعاون شمل أيضا توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، وذلك في إطار استمرار الصندوق في تقديم برنامج المساعدات المخصصة للسودان لاستكمال ما تبقى من منحة دولة الإمارات. وقال السويدي إن دولة الإمارات ملتزمة بالاستمرار بتنفيذ حزمة المساعدات التي أقرتها والبالغ قدرها 1.5 مليار دولار والمخصصة لتلبية احتياجات السودان من السلع الأساسية. وافقت وزارة الطاقة والتعدين على زيادة حصة مشروع الجزيرة إلى 40,000 جالون من الجازولين بدلا من 30,000 جالون في السابق. وانعقد اجتماع تنسيقي ضم وكيل وزارة الطاقة والتعدين دكتور حامد سليمان حامد ومحافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر مرزوق، ومن الطرفان على تسليم الوقود مباشرة من غير وسيط بمشروع الجزيرة وتفعيل آليات الرقابة على التوزيع، على أن تقوم إدارة المشروع بعمل تقرير يومي يفيد الوزارة باستلام الكميات في إطار الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة وضبط الكميات وتوجيهها للحاجة الفعلية لمقابلة موسم الحصاد والموسم الشتوي بمشروع الجزيرة. بحث لقاء المشترك بين المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم برئاسة المهندس حسن آدم حسن أمين أمانة التدريب المهني بالمجلس مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني والتقني بولاية الخرطوم. وقال المهندس حسن آدم حسن إن الهدف من زيارة الوفد التعرف على مراكز التدريب المهني بالولاية والوقوف على جهود المجلس في مجال التدريب المهني والتقني بولاية الخرطوم. من جهته قال دكتور مارتين بوتو مستشار التعليم والتدريب المهني والتقني بالوكالة الألمانية استعداد الوكالة لتقديم الدعم لمراكز التدريب المهني والتعاون مع المجلس في مجال تدريب المدربين وبناء القدرات للشباب بولاية الخرطوم. من فضائية الخرطوم مشاهدي الكرام قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، الختام بالعناوين. في حوار على تلفزيون السودان رئيس مجلس السيادة يؤكد أن التطبيع ليس شاذا والخروج من قائمة الإرهاب هو الهدف الأهم. عضوة مجلس السيادة رجاء نيكولا لدى مخاطبتها مؤتمر المائدة المستديرة للحريات الدينية تصف الشعب السوداني بالمتسامح. وزيرة الدفاع بجنوب السودان تصل الخرطوم للمشاركة في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين. وبهذا تكاملت نشرة الأخبار من فضائية الخرطوم، شكرا لحسن المتابعة، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.